لك لو كان جات المقابلة أنا ما ترباش فرنسي، ما تربح بلد منظم ما تربحوش، ما باش تكون مقابلة هكذا يعني بالضربة القاضية باش لازم تربح بالضربة القاضية ولا تربح بمنافسة يعني بفارق كبير. نعم. احنا شفنا عبد الحافظ بن شبلة في 2008. نعم. ضد البلد المنظم في الصين. نعم. ماشي رابح، المشكل أنه رابح بطريقة كبيرة، رابح بفارق كبير وهو انهزم. صح. وزاد في الانجليز 2012 زاد مع الملاكم الاوكراني رابح ما 10 سكوند الاخر يطيلو فيرتيسمو ماضي يولي خاسر مؤامره ميداليتين اولمبياتين نحرا. وحنا الملاكمه معروفه بالكولاسه. نعم. شينا ما بينا في 2016 صارت اكبر فضيحه تحكيميه، صارت في 2016 وين حوالي 30 حاكم ولا قصوهم وكانت وداروا يعني بعد ما داروا لونكات شافوا بلي الناس. نعم. حكام داو رشوه بزاف، حكام داو رشوه وقصوهم، فوراهم يدرسوا حاليا باش يليميني الملاكمه في الالعاب الاولمبيه 2029 بامريكا. يعني امر مفعول رامي يدرس ولا 2028 في امريكا راهم يشوفوا راهم يدرسوا باش 2028 الملاكمه ما تكونش في الالعاب الاولمبيه. علاش صاب بزاف فيها المشاكل تاع التحكيم؟ اشاك فوا يقولوا كل ملاكم ان لازم شافوا بزاف يعني فيها مشاكل. حدثت كذلك لايمان خليف في نهائيه بين يوديل هي سنه 2020 القضيه تاع ايمان خليف كذلك اللي معروفه العام الخاص امر دبر بها كانت اكيد كانت مدبتها فينال نورمال موت لاكم تشوفها وما تحبسها ولا هي في لا فينال اقصاها مازال مالك ما تحبسها المنافسه تاهلت الفينال يعني بدون وزن وبدون اي شيء هذه يعني. ما تصراش نورمال كي تخلص المنافسه عاود هاد شوف واش كاين واش ما كاش ولا دير اللي هي ومن بعد شوف اسكو تستاهل ميداليه خليها ما تستاهلش ميداليه نحيها لا بصح ماشي في المنافسه هنا شي قال لنا في الالعاب الاولمبيه اسكو شفت كوش زعما واحد في لا فينال في جور باغ اكزومبل فينال راح يلعب نهائي يحبسوها على جال المنشطات ولا كذا زعما صح ما كاش خلاص المنافسه كي تخلص المنافسه ولكن بفعل فاعل وحنا على بالك بالجزائر كذلك مستهدفه لانه ما يفكرش بلينا حتى الرئيس اللي كان ذاك نائب رئيس الاتحاد العالمي للملاكمه كان مغربي وكل شيء ممكن هو الان هل توافق الياس يعني قوله. في انه لم تكن نزاهه في داخل الحلبة ضد مراد قاتل نروحوا للتعليق تاعو تاع اللي تكلم قال انا لان الرياضي مده اربع سنوات ويحضر وهو يحضر في طربوسات بعيد على العائله تاعهم بعيد تضحيات على تضحيات رياضيه ضحى اليوم راك تشوفي هكذا مسكين يعني ما نقولوش مسكين نقولوا تاثر لان الجبل راه فوق ظهره صح خاصه هنا حس روحه محقور حس روحه ماشي في بلاد انا أصلاً. كانت الملاكمه على ما اظن كانت الحكام كانوا يرفضوا كل حاكم بيده الان راه كلش بال هكذا وما يعني وما تبدلتش قاعده دائما التحيل على الرياضيين يعني ما صابوش الحل تاع الحكام كيفاش يديرونهم في الملاكمه هما عندهم يعني ليكسبيريونس ويزيدوا يتكلموا على الحكام نعم. بصح يعني انت شفت يعني شفت النزال شفت النزال شوفي والله انا ما نعرف هو شوف خدا يعني شفت الفرنسي باش واحد يكون صريح ما عنباليش انا خدا زوج ضربات قاصحين شويه اللي شفت من عنده اه زوج ضربات اللي شفت زوج ضربات هذوك الزوج اللي شفتهم ما نعرف شحال النقاطي تاعهم يكونوا هذا ما تكون يعني لكن نزال كامل شحال من دقيقه باش نقول لك باش نقول لك في الملاكمه كيفاش هو انا قلت لك في انا كمحضر بدني بان لي في التحضير تاعو في التحضير البدني كان ناقص انا قلت لك وعلاه لان هذاك كان يجري له في الحلبة وهو يحوس عليه يجري نعم. راح هو راح يدير مجهود اكثر من وهذا عنده القامه تاعو صغير يمشي والاخر الله يبارك تاعنا نعم. شيخ ان شاء الله نتمنوا نعم. له بدنيا لا احنا شفناه بلي هو الملاكم قاضي مراد يعني هو معروف باللياقه البدنيه تاعو العاليه وين كان بزاف يعني هنا مقابلات ربحهم كان في الجوله الثالثه وين يبدا يربح المقابله تاعو اليوم شفناه في الجوله الثالثه كان يجري مع الخصم كان يحوس لك ولكن انا نذكر ونقول ان الاستراتيجيه اللي تبعها هي اللي عياته نعم. لانه ما يخفلكش باللي هذا الوزن ثقيل
يعني ماهوش الوزن خفيف، هذا كي يجري يمشي شويه ديجا راه يتطلب له راك تشوف تعرف استاذ واش معناتها الوزن الثقيل. ف ميزاني صحيته هو دار مجهود كبير يعني كان يديبلاسي تقول واحد تقول بوا ليجي 60 صحيت بارك الله فيك. فلذلك يعني المجهود هذاك اللي داره خاصه في الجوله الثالثه وين كان يروح للخصم يجري موراه يجي يحوس عليه يحوس عليه، هذاك الشيء هذاك الشيء اللي خلاه يعني يتعب بدنيا وهذا امر يعني عادي يعني منطقي. فالمجهودات اللي بذلها هو اللي خلاته يعني عيار. اللي على كل على العموم من المقابلة انت هو مشكور على واش دار. نعم. مشكور دار مقابلة يعني مقابلة مليحة، مقابلة ماهيش ما نهزمش زعما بطريقة يعني مهينة ولا نقولوا مقابلة كانت متوازية يعني، وكان بالك في بلد آخر يربح مرات قاضي عادي، ولكن للأسف لأنها في البلد المنطقة. نذكر ونقول أن الملاكمة الجزائرية باش احنا ما نغطوش الشمس بالغربة، اليوم الملاكمة الجزائرية راهي تعتمد على راهي قاعدة تسنى في إيمان خليف. نعم هكذا يعول عليها كثيرا إيمان خليف. بارك الله فيك. اليوم الملاكمة الجزائرية والشعب الجزائري كامل راه على باله بلي راه يسنى في إيمان خليف. نعم. راهم يقول لك إيمان خليف إن شاء الله تشرفنا وترفد الراية الجزائرية عاليا في تكون هي في المستوى نظرا للإمكانيات اللي راهي اللي عندها والفورما اللي راهي عندها ثقة بالنفس عالية وكاريزما عالية داخل الحلبة عندها ثقة بالنفس. نعم. كبيرة وراهي حتى ذهنيا راهي مليحة راهي واجدة ذهنيا. نعم. راهي ان شاء الله من شفنا بلي الجماهير الجزائريه والجاليه اللي راهي تشجع في رياضيينا. نعم. كذلك ان شاء الله راح تكون لها دور كبير. نحن نقولوا ان شاء الله ايمان خليف مازالت لنا رميسه بوعلام مازال الله. ايمان خليف رميسه بوعلام كذلك. نعم. هذه المشاركه الاولمبيه تاعها الثانيه فعندها خبره. انا راهي تسنى دوك الان بين الملاكمه المغربيه والملاكمه الفلبينيه. نعم. فانا نقول ان شاء الله عندها كل الامكانيات باش تمر الدوقه باش تربح فيهم هما هي وإيمان خليف. ان شاء الله احنا نقولوا ميدالية ان شاء الله فيها ان شاء الله. سالم ما هو رايك لما قال سيد معريش انه مراد قاضي لم يحضر بدنيا ولم يكن في المستوى المطلوب، وشاهدنا انه قاضي يقول انه تعرض لظلم تحكيمي داخل الحلبة ويبكي بحرقه؟ والله انا كاخصائي يعني في الملاكمة نعم. نشوف باللي مراد ما عياش مجهودات اللي دارها يعني بذل جهد بزاف اللي الشيخ بان باللي بالك انت شفتو باللي عيا هو معروف يعني مراد وزن ثقيل ولكن يعني كيما نقولوا بجو جومب اون ديبلاسمون يبوكسي بديبلاسمون يعني في الوزن هذا كنت بوكسي بديبلاسمون تكون عندك يعني قدره بدنيه عاليه. ومراد يعني نعرفوه انسان سيريو خدام والبنيه القدره البدنيه تاعو عاليه بزاف. نعم. يعني النزال تاعو ما كانش زعما انا نعطيك سؤال كان هو قعد ماشي هو اللي يطاكي هو قعد وخلى الفرنسي يطاكي كانت خير كانت تكون خير اكيد هذيك تاكتيك كومبا. نعم ما يعرفش كيفاش الفعل ديالو لو كان ما يعطيكش. نعم. انا كنت تكلمت معاه كنت راني قلت لكم باللي عيطت له بالنزال قال لي نعرف الملاكم هذا. انا كنت عطيته يعني مجرد راي قلت له كي قصير عليك الملاكم هذا ما تروحش ليه خليه يجي. دوك انا ما على باليش ما واش صرا النزال هاو فات النزال كما شفتوا انت قلت لي هاني شفتوا لكمتين ولا ثلاثه انت شغل حبيت تقولنا باللي شفتوا رابح هو كما قال الاخ الياس كنا في بلد اخر كان يعطوا له النزال. نعم ما هو كان يستنى رابح كان رافد يدو باش يعطيك الصحه بلد منظم تلاكم معاه وتجي تكون هذه باينه كاع في البلدان يعطيك الصحه كان بلد اخر يقدر يدي النزال. وش راح نقول له انا مراد ما تفشلش خيرها في غيرها وربي يوفقك ان شاء الله وان شاء الله ما خير ان شاء الله لما لا ان شاء الله العب اولمبيه ان شاء الله. نعم كان شيئا لم يحدث يعود لبلاده ويعود للتحضيرات والعمل المتواصل التحضير ولا غير حظ مليح مراد قاضي واي تبقى يغار يعني ليكيب كاع اللي راهي في التشارك. نعم كانوا صرفوا اصلا شاركوا يعني تحضيرهم انا يا شخصيا نشوف باللي حضروا مليح. نعم. لا الدوله الجزائريه مدت كل امكانيه يعطيك الصحه مدت عامين وهما لا حضروا درك يعني الرياضيين انا مدرب وكنت رياضي ثاني. نعم
ما كان حتى حد جاي يقول لك باللي هذو الرياضيين ما عطاوناش ولا ما قاموش بينا ولا. نعم كان خالد برباري كان صرح في تصريحات سابقه انه تم صرف ميزانيه 280 عطاو لهم كامل الامكانيات الدوله الجزائريه وفرت لهم ودرك كل اتحاديه راح تعمل التقييم تاعها و... نعم. ونشوفوا في الاخير واش السلبيات واش الايجابيات. نعم جميع نعم. انا نقول الامكانيات هذه با سمعنا 280 مليار والمال انا نقول 280 مليار ماشي حاجه كبيره يعني باش تقولوا باش بالنسبه باش ندي ميداليات اولمبيه يعني باش ميداليه اولمبيه اليوم عندنا ميداليات اولمبيه عندنا ميداليات اولمبيه نروحوا نسقسوهم سقسوا مخلوف يقول له شحال زعما باش تدي ميداليه اولمبيه شحال لازم لك دراهم باش ديت ميداليه اولمبيه يعني في التحضير شحال لازم لك تحضير عندنا اليوم ياك احنا دوك عندنا ابطال اولمبيين ما شاء الله عندنا مرسلي راهو عندنا مخلوفي عندنا دوك بومرقه عندنا عندنا دوك احنا ابطال اولمبيين عندنا في الملاكمه برونز نروح نشوفوا واش لازم لي انا باش ميدال اولمبي علاش ما نروحوش نشوفوا حنايا اللي راهم عندهم ميدال اولمبي ونسقسوهم اليوم بالعكس انا نشوف اللي عندهم ميدال اولمبي كاع راهم جايبين الساحه ما ملي عندنا كاين رياضيين مستوى عمر بن يخلف راهو هذاك تلقى عمر بن يخلف انسان عنده ميداليه اولمبيه في شامبيون اولمبيك عنده مستوى دراسي ان شاء الله تلقاه في كره القدم بريزيدون في كره القدم يعني باش يفيد الجيدو باش يفيد لي زاتليت ما تلقاه في كره القدم حنا رانا نشوفوا حنا الناس حنا عندنا الابطال بس رانا مهمشينهم ياش ما نكذبوش على رواتينا كيفاش حبينا حنا نجيبوا ابطال واحد اخرين اليوم الابطال تاع الصح راهم مهمشين الابطال الصح ما راهمش في المكان المناسب خاصهم حنا عندنا لويكا حتى الان هنا باش راهو مع المنتخب الوطني جونيور ولا اللي كان معاهم بصح وين كان من قبل ما شفناش كاين بزاف دخل معهم حتى هذه المره بصح من قبل ما مش كاين عبد بن قاسميه احنا كاين ابطال في كل الرياضات احنا رانا نشوفوا بهم باللي ما راهمش في بلاصتهم هي نورمالمون تارك شامبيون ماذا بينا تفيدك تفيدنا وتفيد لي زاتليت بالخبره نتاعك ولا بالمستوى نتاعك ماذا بينا تفيد بصح حنا لا حنا حبينا زعما نشوفوا نجيبوا ميداليات وهما نسمحوا فيهم. نعم. ماشي هكذا تجيب ميداليات حنا صح. باسكو الناس باش 280 مليار تقول لك بزاف، هذاك بلي لو كان نجي نشوفوا 280 مليار. هي ما كاين. بالك لو كان يشحق للاتلات تلقى اصلا بالك شحال تلقاه لحق له ما يلحقلوش المبلغ تاع بالك 5%. والله. ما نكذبوش وكاين كاين ملاكمين اللي راهم ابطال معروفين. ماشي كذلك نفس المستوى ماشي قاعد داو نفس التحضيرات وداو نفس باسكو الملاكمين حنا نقولوا اللي راهم تاكلين عليهم عندهم داروا تحضيرات خاصه كاين ابطال افريقيه وابطال كاين رياضيين واحد اخرين ما داروش نفس التحضيرات اللي داروها الابطال اللي راهم معولين عليهم باش ما نكذبوش على رواحتنا هي نورمالمون حنا نقولوا حنا جميع واحد انايا تاهل لعب اولمبيه عنده كل الامكانيات انا لو كان توفر له الامكانيات اللازمه ليهم في نفس المستوى دير لهم بالك ما جابش هذه المره يجيب لك المره الجايه. نعم الياس لماذا لم توفر هذه الاموال؟ اين تذهب هذه الاموال؟ وما هو الحل في ذلك؟ دوك الدوله راهي توفر الاموال. نعم. احنا باش ما نقولوش الدوله ماهيش توفر. هذا السؤال هذا هو اين تذهب هذه الاموال؟ اسكو تروح عند الرياضه؟ هنا لازم هنا من يحاسب من؟ احنا هذا هو السؤال المطروح. شكون يحاسب احنا لازم الدوله كي راهي تحاسب الاموال؟ لازم تكون رقابة هذا ما كان أنا مدلك أن نوفر لك بصح لازم تكون محاسبة تكون رقابة هذا من المعمول به أن كل هيئة لديها مسؤول يحاسب مسؤولين على اتحاديات اتحاديات هم اللي مسؤولين على هذه مفروغ منها دوك انا نوفر لك اموال باش احنا دوك باش ما نقولوا احنا كوم دي زاتلات نقولوا احنا ما طوناش ولا كذا ولا ايه بصح انا كون بالك ما طونيش انا بالك انا اللي ما ديتش بس كاين دي زاتلات قلت لك ماشي كاع داو نفس الامكانيات ماشي كاع عندهم نفس الامكانيات ما داوش نفس كاع نفس التحضيرات